دقيقة صمت تبعها النشيد الوطني التشادي استهل به حفل تعبير النساء من مختلف التجمعات عن الدعم اللامحدود والغير مشروط للقائد الأعلى للقوات المسلحة التشادية رئيس الجمهورية رأس الدولة وإلى قوات الأمن والدفاع خاصة المرابطين في ولاية البحيرة ضمن عملية حسكنيت للقضاء على جماعة بوكو حرام الإرهابية، مناسبة شهدت صلوات دعم وتأكيدات لمواقفهن قدمنها النسوة من الكاثوليك والبروتستانت والدين الإسلامي احتوت على أشد عبارات الاستنكار. نحن نؤيد الجيش التشادي الشجاع وعلى رأسهم رئيس الجمهورية الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو على وقوفهم الشجاع لحماية الشعب التشادي لجلب الأمن والاستقرار في كل ربوع البلاد. تبعتها فقرات غنائية متنوعة وحماسية تفاعل معها الحضور. وبعدها قدمت السفيرة مريم محمد نور ممثلة لإخواتها برقية دعم ومساندة قوية إلى الجيش الوطني التشادي بمختلف وحداته، لا سيما إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديرا للجهود التي كانت ولا زالت تبذل في سبيل مكافحة جماعة بوكو حرام الإرهابية. أما وزيرة الدولة وزيرة المرأة وحماية الطفولة المبكرة أمينة بريسيل لونغو فأشارت إلى أن النسوة لن يدخرن جهدا في دعم أفراد قوات الأمن والدفاع بكل حالاتهم. اليوم لدينا سالينا أن لا خلي أكسيتي أمنا أخوانا الوضو في فرو وخلي يأتي قدرة لأوينهم الأمة لدول ما أرفلان دول لكن يأتي قدرة أبدايدين فوق وأسدايد إفراند أمينة قدامه فوق رئيسنا محمد إدريس ديبي إتنو ما كل أمي أنا اليوم ما دينهم كم يوم خلوه بيوتو خلوه كلم أنا وفاتو غيرين هنا بيت خلال علينا وخلال آفيا والسلام خلي ألا أكسبتين قيام هذه العدد شغل المهم علينا انتهى على الدور نبتم له. ومن خلال هذه المناسبة فإن النساء من مختلف التجمعات المحلية يؤكدن عن تضامنهن ومساندتهن لقوات الأمن والدفاع لا سيما لعملية حسكنيت التي أطلقها القائد الأعلى للقوات المسلحة التشادية الفريق محمد إدريس ديبي إتنو للقضاء على جماعة بوكو حرام الإرهابية.